على اي اف ام احلى راديو. 6 و4 في راسين كاري، مرحبا بكم من ما كنتم مستمعينا للسبعه، معاكم هلا دواجي، هنشوش، كابتن خالد حسني، رجاء فرحات. هذا جروب اليوم. السؤال: قداش عدد افلام بوليود اللي حققت ايرادات العام الماضي اعلى الايرادات؟ لست اقل من 10. اقل من 10، خلينا ناخذ شويه معلومات على ال 5 اكزاكتوم. جديكم ساقول 5 يواجه الانتاج السينمائي في بوليود. تعرف كابتن انه فما هوليود وبوليود الهندية اكزاكتومون اللي شكل عنصر اساسي. فما حاجه من اهم صناع السينما كذلك في نيجيريا. ها فما العدد كبير. هاي محليها السينما نتاعهم. انا جس ولا بالحق الهندي تحكي ولا ماما سيفري. اي انا نحب بلوتو السينما دوتور، هذوكم اللي يغني ويخرج بعد حنش هو يربح ناس كل هذوكم نرمزوا بصراحه. وشكون اقدم السينما الهنديه ولا السينما المصري؟ الهنديه جو سوي سور. يمكن المصري. المصرية مع طلعت حرب يمكن. أنا أقول كسينية ولا ليه سيرجي نفكروا المستمعين الكرام. أي. اللي الهند راهي مليار و300 مليون ساكن. مليار و300 مليون ساكن. أنا عالم عربي. أي. وأنا عالم وقديش من إله. قديش من إله عنده؟ يقولوا 400. لا بالملايين كب. خاطر تشوف الزهرة ونعرف شو كذا نبات حيوان. نتذكر احنا في الماركتينغ كماتير كان لازم تقرا كوتلير دوبوا. كوتلير دوبوا كان البيبل نتاع الناس تاع في الماركتينغ. كانت مادة نحبها برشا الماركتينغ انا. كان فما ياسر حتى عجبتني اللي هو كيفاش يربط التسويق والببليسيتي بالسوسيو كولتوريل، معناها بالجانب الاجتماعي للدول والثقافي للدول. فما ماركة شهيرة نتاع الشوكولاتة ال مصور على الشوكولاته اسد. ها عملوا يعني حمله في التسعينات كبيره تسويقيه باش يسوقوا للشوكولاته ذي، ما نجحتش. هذا ربط بكلامك. عملوا حيوان اخر. لا اسمع، حبوا يعرفوا علاش ما نجحتش. خاطر اله. خاطر إله والهنود ما ينجموش ياكلوا إله. كيما البقرة. كيما البقرة الشامية اللي عرفتها الشامية. عليها أسد. أسد. ما حدا ياكلوها فقط. والتمساح والدنيا. يقولوا هي أكبر ديانة يتبعوها في الهند يكون مليار، اللي هي البوذية. الهندوسي. 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 معني الهندوسي يقولوا عندهم 30 مليون إله. أي. ونعيش قديش من لهجة. والتعايش سلمي بين مليار و300 ألف وإحنا 12 مليون لا أكثر. يا لا لا بس إحنا ما عندناش التواقف يا كابتن. يعني أكثر. ما عندناش. هي مش البقرة. لا بس. أكثر. عندهم البقرة. فما برشا. طب الحق فما 12 مليون و16. أنا عندي فكرة في تونس ولي 16 18. يا كابتن. مرة المعهد الوطني للإحصاء ويخرج. ما عندناش ستاتيستيك. لا ما عندناش ستاتيستيك صحيحة. مرة فنان في بيلي موجيمنا زعما يتمقعر علينا. كيفاش نسميه؟ على أساس أنا بقرة. وي بي صار في بليزير. على الاقل البقره حلو. مش خايب الحكايه. لازم هيلا تعمل حاجه. لازم هيلا عشيك يا ليه اي با في مستوى معين. والله في بلا مجامله. والله شنو في اللونتين قال هكا في اللونتين قال لطفي العمالي ندرى شنيا. انا بقره طلعت. انت حيوان مقدس. وليد الزراعة ندرى شنيا. قلت له بقره على القلب. لا على مقدس في الهند وكا. هو اللي بعث لي قلت له على قلب بقره خير منك اللي طلعت. صبر يا الله. وانت تحب الشوكولاته فما بقره على الشوكولاته. قال بقر عليها الشوكولاته اسمه الشوكولاته عليها اسد ولا شنو. وتقولوا عليها ما نجحتش. وقال شوكولاته وانا سعدته هكا وحدي بالحق. حكت ابتسمت باهي نجيب لك شوكولاته. جيب الشوكولاته. حاضر تأمر. يلا جيهان انفو ترافيك. الخمسه للسبعه متاع العشيه راسين كاري مع سامي بن نور على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. هذه راسين كاري. هذا سؤالنا. ولد كيما اليوم نهار 13 اكتوبر 1935 بالقيروان وتوفي في 31 اكتوبر 2012 رسم بدايات التلفزة الوطنية التونسية. كان اول مخرج يصور مشهد تمثيلي
وكان أول مخرج ينجز ويصور دراما تلفزيونية بالألوان، وكان زادة أول مخرج يشرف على نقل مقابلة رياضية في كرة القدم. الحمامي ليه؟ الحمامي عبد الرزاق الحمامي الله يرحمه. كان عبد الرزاق الحمامي من أبرز المساهمين والمؤسسين لمصلحة الإخراج التلفزي، وهو اللي أشرف على تأطير المذيعين والمذيعات، وكان صاحب المبادرات إعدادا وإنتاجا وإخراجا. عنده برشا أعمال خالدة تحمل بها خزينة التلفزة اللي قبل العاد. زورق شنو؟ حاج كلوف. حاج كلوف أمي تراكي. أمي تراكي ناس مليح. وتم الاعتماد وقت التصوير على الكفاءات اللي كانت موجودة في التلفزة والفرقة التمثيلية للإذاعة الوطنية، محمد بن علي، زهرة فايزة، عبد السلام البش، بشير رحال، خلصي، جميلة عرابي، الحبيب الحارث، حسن خلصي. وقتها كل نحبوا نتفرجوا في التلفزة. عبد العزيز عرفاوي. كانت التلفزة محلاها عائلية ومحلاها. محلاها محلاها. بش عبد السلام البش. التو عندنا نوستالجي هكا. أمي تراكي ناس مليح. هو في علم النفس ثم تفسير للنوستالجي الزائدة. على خاطر اوني با ساتيسفي دو سكي سباس توا. النوستالجي الزائدة عندها تفسير طبعا. كان الراحل أول مبادر بإخراج مسلسل تلفزي بعنوان الزورق الصغير. الزورق الصغير اللي يجمع ما بين المنصف الأزعر وبلقيس الشريعة، هي بنت طاهر الشريعة يرحمه. ومن بعد أخرج مسلسل حكايتي مع الرمال، ما نجموش ننساه، وسلسلة البوليسية ابحث معنا وشوف. ذكر أنا المتهم معروف. ذكر واحد آخر اختبر ذكائك. مجد لك عليها. اختبر ذكائك. التي قدمت ابحث معنا في الثمانينات بدرجة أولى. أسماء مازالت في الذاكرة كما الراحلان كذلك المختار حشيشة وعمر خلفة في عديد الأعمال، من أهم أعماله حاج كلوف 1970، خالد بن الوليد 74، الإمام سحنون 75، مالك بن أنس 78، محكمة وبعد 1980، الأفلام التسجيلية الجلاء 66، والضاحية 67. عرفته عن قرب أكيد. رزق الحمامي بالطبيعة كان صديق وحبيبنا مع فرشوشان، يعني دائما كنا في أخذ ورد. فكرتني في شكون؟ عمر خلفة. فكرته توا. عمر خلفة كان من أظرف الناس ومن أحلى الناس. مات صغيرة خسارة، أما كان في المركز الثقافي الدولي بالحمامات ثم مطعم وفيه مراية كبيرة. يدخل عمر خلفة يغزل روحه في المراية ويتلفت الجماعة قاعدين يفطروا على رواحهم، ثم قرونا يا ربي يقول له الذكاء كله، الذكاء كله والجمال كله حطيته في الشخص المتواضع هذا. هذوك اش خليت لهم ساكت؟ اش خليت لهم قدام الناس كل يقول لك؟ الناس كل بالطبيعة اتفضلي النرجسيه اللي واثق الخطوه يمشي ملكا. كان في ذلك ياسر ان توكا، يعني وحتى بعد يعني كما شفنا معنا اول مباراه رياضيه سي الاخراج التلفزي الرياضي، معناها حاجه زاده اختصاص بورتا وقتها. وي هذه تصويرته على باج اف ام الله يرحمه عبد الرزاق حمامي، يعني من اشهر الاسماء اللي تعديت في الجينيريك بتاع التلفزه الوطنيه في اعمال دراميه ورياضيه. كان صدقني ربي المدرسه الاولى نتاعو كانت مدرسه المسرح بستراسبور في فرنسا، يعني كانت من احسن الفرق المسرحيه في فرنسا. دخلها عبد الرزاق الحمامي، كان يتقن اللغه الفرنسويه ايما اتقان، ودخل بكالدروس هذيك بعد رجع للتلفزة الوطنية، للتلفزة لا للتلفزة الفرنسوية. الفرنسوية تعلم عليها معون الصنعة. سيتي سا، هما كانوا في فرنسا بوغ فيغ دي ستاج وانهم يقراو وباش يرجعوا، مش كيما توا يمشيو مع شي رجعوا ساكي بيان يرجعوا يفيدوا بلادهم. اي وقت حسن العكروت الله يرحمه كان مدير التلفزة والمغربي وغيرهم من الناس اللي يبعثوا في اجيال، ما هي اجيال باش تتكون باش تتكون اكزاكتومون. خساره وفاتك الغرام هذاك بالتكوين على الاساتذه المعلمين. اي مي ان توكا بون، كذلك فما جيل كامل من هؤلاء المخرجين اللي اسوا وحطوا الاعمده الاولى نتاع التلفزه التونسيه بطبيعه الحال في اعمال خالده، حتى كان ما خلطناش بتيتر على ام تراكي توسا، ولكن
حالا اليوم كي تحل اليوتيوب وترقى هل التمثيليات التلفزيونيه اللي كانت ساعات تتعدى مباشره معناها كل النص اللعب لا معناها لازمك غلطه لا ولا خلطش عليهم يتراكي في استوديو واحد صغير 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 خاطر نذكرها انا صغيره وبقي امي تراكي ناس مليح ناس مليح ناس مليح تذكرها احنا صغار نتفرجوا فيها صغيره اكزاكت انا بيدي صغيره اكزاكت لا مثلا كموشه تسامح خلطش عليها يعني بش 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 وحتى كنت دلاندا عبد المرحوم زاد شاكت ولا في لا انا نذكر دلاندا عبد وفي باغ كونتخ في محل شاهد في الثمانينات يعني رمضان شطة الله يرحمه حميداتو ديما نقول هالكلمة أنه كنت أنا معناها في السنتر فيل معناها في 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 حانوتنا نقعد كنت تجي معناها مثلا جميلة عرابي باش تشري من عنا ولا نشوف وين نجي أكبر كليون عندكم وملحنين كبار وكل شيء علي صغرونا أنا صغرون برشا ليكم كنت نمشي غاديك على خاطر كبرها يا أخي والله أبن أبن هريسة أبن فريشكا أبن سوفلي أبن كروكونت شريه من عنده وقلت ما جانا شيء هذا والله ما جانا شيء والتو لليوم لليوم نحكي عليهم ونضرب المثل ونقول لهم شيء ناكل هريسة حلوة نتاعهم هما افيك لي زاموند امير خم ذكرك بحاجه انه انا ذاك العالم كان يظهر لي سحري العالم كنت نشوف الناس اللي انا نشوفهم في التمثيليات وفي التلفزه وكنت عندي الغرام ذاك هكا شويه نشوفهم ونقول هذوما كيفاش معناه نتفرج فيها جميل عرابي في حكايه العروي البارح جينا نلقاها قدامي اليوم يعني حاجه بالنسبه لي حتى لونفون دو سيتون ما خممتش هكا وقتها باش تدخل لك الصندوق العجيب هذاك لا لا كان عندي لي غرين نتاع نتاع الغرام كيما احنا راه سير دي بال نسمع في المرحوم الطاهر مبارك خاطر هذاك يوسف لك الكل طبعا كاينك حاضر فيها كان يعني دونك وقت يوسف يبدا يوسف الملاعبيه كيفاش يلعب فماش تلفزيون كي وليت راه سير دي بال الملاعبيه هذوك مقعدين في مخي دونك وين نعطيهم الكوره معناها كيما هو حاجه معناها كيما هو قال لك فيه جميل العرب معناها دي غرون جوار معناها كنت نسمع بيه قدامي حاجه ما عندها حتى سوء كيما انا كنت نحلم وانا صغيره نغزل في التلفزه نغزل باغي داكار زعما نشارك نهار كان حاجه امبوسيبل وبعد لقيت روحي رياليزي سون غير حاجه هيك بعد روحي لقيت روحي جو كوتوا لي غران كي بعثوا لنا لي تيم تاع المخرجين التوانسه عندي تبارك الله خيرات ربي قدامي لي جي لبالي باش نخمم مخرج من تلفزه تونسيه بالحق قدامي بوغدير بكلثوم برناج مراد بالشيخ مديح بالعيد علي العبيد واللي تقرا في دروس بالقديره سلمى بكار مفيده تليت لي كوثر بن هنية أول سؤال تلفزة ولا سينما؟ هذا السؤال ليه حاطين مخرج تونسي تونسي مخرج تلفز مسايم في الهواء ربي يلا ما يسالش هانا أثرينا الحوار أنا فاكس على بياك ربي عاملة مجهودي هاي الأغنية اللي كنتي هيك شيرين هذه أغنية ليهم مشاعر يلا نرجع بعد شوي مثيل الجمعة من الخمسة للسبعة متاع العشية راسين كاري مع سامي بن نور على اي اف ام احلى راديو 36 دقيقة عجبتك الاغنية؟ يا شيرين انا عجبني صوت كنت تغني فيها شيرين عجبني احساسك انت احساسي شيرين جاتنا الكرتاج وتغبنت ويعلم بها كان ربي وتغبن الجمهور كامل معاها اكتواليتي لي اللي بكي بكي واللي غرد غرد واللي سخفت وسخفت اكتواليتي لي استنى مش اكتواليتي وفي الاخر تبعت المشاعر والقلب ورجعت للسيد القديمة اللي سمحني في الكلمة حفظ عليها أكتوريتي أنا ساعات قلبي نعفس عليه وما يتعفش عليا يا أخي عندك حق لي غران تيتر دو سي دو دو هيلا وانت شنو الجملة اللي قلتها شنو عندك حق في هذا لا الجملة اللي قلتها أنت لامور لامور ا دي ريزون كو لا ريزون نو كوني با لا هي قالت يعني مرآة الحب هي مرآة عمياء يعني فما الناس بدأوا يحذروا منه ويقولوا ذاك وانت تحب العبد ذاك يا اخويا انا في الحب بعيني ما تشوفش يعني لا لا عيني فميس راسك في بقعة ومخك في بقعة لا لا بابا الحب اعمى لي قعمة لا لا اخويا صعب وانت كابتن انت في الحب كيفاش والله ما فماش تفسير يقول لك الحب هو الكذبة الصادقة تي ما كي تحب تعديها على روحك ما كي ما تحب تعديها على روحك انت انا نقول جول صحيح ليش انت جول خلينا نفزت هكا
شو انا كي تخرج بالكونسيبت. انا نحب المشاعر، اما انا زيدا جو سوي ترانشانت، نحب شكون يحترمني ويحبني بصدق. كان نلقى حد معناها ينحاز على الطريق المستقيم يرجع لدربه. ولا سبق الخير ونفذته هذا، نفذته رجعته لدربه ونفذته سي رجال. قلت لها سبق الخير. الحب سي رجال، الحب صندوق عجب. حلوة منك هاي الخبرة. بدلنا الموسيقى يلا. يزيدنا من المشاعر. شنو الغلة اللي تقلل من فرص الإصابة بالألزايمر؟ عفوا عفاكم الله. نوع نعرف الموس. حتى انا نعرف بالحق. هو خلينا نفهم حاجة، انه مثلا الزوز يعني النوع الواحدة نتاع الفورمة عنده فورمة تاعها سي لي فرو لو فروي سيك اللي ينقص من الزهايمر. كي تاخذ ثلاثة ولا خمسة كعبات في النهار قالك يحميوك برشا. قالك أربعة كعبات الصبيح. لا لا مش أربعة، لا لا مش أربعة، باقي ثلاثة. هذا يقالوا العلماء حاروا في هذا المرض. نعرف ليس له دواء. أي ولكن فما مرة أنا كما برشا مرات قلتها، أنه في حوار مرة مع رئيسة الجمعية التونسية للمصابين بالألزهايمر، تقول لي مثلا أنه اكثر الناس اللي بتترى عندهم موان دو ريسك انهم يكونوا برشا عنب. نعرف هذا سمعتهم من الفازات هذوما. هو العنب اكزاكتومون، ولكن العنب فخويسيك وحده. العنب صحيحه، ولكن الدكتوره تقول لي انه الناس اللي استعملوا في حياتهم مخهم برشا، بارك الله فيك، تعبوا مخهم فوالا، هما الاقل ريسك. الاقل ريسك الحمد لله. العكس العكس الحمد لله. معناها اللي هو في الشيء اللي قاعد يحل فيهم الكابتن كل يوم، لا حد شيء، امورهم واضحه باهين. لا لا انا نحط في مخي برشا بلاستيك ديسبري. لا هذا يجيب بلاستيك ديسبري، ولكن كي تقرا انت على المرض هذا الله اللي يوريه الحبايب ان شاء الله. مش هو العائله ان شاء الله بعيد عن الناس الكل، يتمتعوا بالصحه والعافيه. وصلنا نخرجوا جوستومون نتذكر فما العائله الكل، فما واحد من العائله نعرفوه قريب برشا، كنا نخرجوا في الحومه اللي احنا فيها كل واحد بكرهبته، اللوج نحاصروا فيه نشوفوا فين نخافوا ولا تضربوا كهرباء نخافوا ما عندك حتى فينا المهم ما ضربته كهرباء معناها ما عندك حتى فكره، تحط له اسم وتحط تدريسه وتحط نمره نتاع التليفون وكل شيء وباقي شيء. دونك كلوا العنب، دزوا على العنب ودزوا على الفيسيك ان شاء الله ربي يحمينا وربي يحمينا يجعلنا قد الصحه قد نظر الباب الاكبر كما يقولوا. مثل يا كابتن، العنب عنده برشا فوائد لصحه الانسان، اللي هو توا في اخر ايامه العنب، لانه خزنه قاعد يوفى بشوي بشوي. بعد كده ندوروها زبيب ورفراف. رفراف الشهيره بالعنب الرفرافي بتاعها توصل الدراسه، لانه تناول العنب يمكن يقلل من فرص الاصابه بالمرض هذايا، الاكتشاف ربما وقع تضمين الاكتشاف هذايا اللي جا كجزء من دراسات دي بوبليكاسيون ميديكال في مجله فودز في قائمه اوسع من السنوات اللي قبلها حول الاثار الايجابيه اللي الغله هذه تنجم تعطيها لصحه الانسان. وتقعد دراسه كمان. العنب ومستخرجات العنب. لا 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 عنب. العنب ما تمشي لبعيد. فاش تخمم انت؟ عنب نعرفوها. لا لا مش في زبيب. زبيبه. لا العنب. زبيبه. العنب العنب. يشار الى ان بسبب عادات الاكل غير الصحيه تسمى الحاله ذي مشكله صحيه متناميه في جميع انحاء العالم. على الرغم انها قليله ما تكون مميته، لانه تنجم تؤدي الى فشل الكبد او مرض اخر يعني كذلك مخطر في الكبد في صوره قاعده دون علاج، ممكن اللي هي امراض الكبد الدهنيه. هذا كل عنب؟ لا لا، فما امراض كما الكبد الدهني مثلا، كي تعمل ساعات ايكو يخرج لك انه الكبد فيه شويه شحم، هذاك بون يفو ليفيتي خاطر فوفير اتونسيون في الماكله. صلح ذاكرتي نهلك كبدتي. رد بالك يا والله حوي. لا 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 نحكي واحد والعنب هذا الكل هو مضاد للاكسده مثلا، انتي اوكسيدون. انتي اوكسيدون اكزاكتومون. تضامن يقلل اكل العنب من خطر الاصابه بامراض الكبد الدهنيه. العكس فهمت؟ الي بيان بون، مش منصوح به برشا للناس اللي هما ديابيتيك خاطر حلو برشا، ولكن كي تاكل شويه في المعدل لاباس. نمشي نحط هكا ولا سي رجل نمشي طرف نرميه في الكونجيلاتور. تضامن مع كل العائلات التي تقاسي من الزمار. والله راهو حاجه لا تحتمل. راهو العبد اللي بحذاك اللي امك كانت خالتك ما عادش تعرفوه يعني ما عادش يعرف حتى شيء.
تولي خايف عليه اللي يحل الغاز. أيه يحل الباب ويخرج. يحل الباب ويخرج. لطفي يا ربي لطفي يا ربي. خاف عليه اللي ساعات ساعات عمره خاف عليه خاصة في الطور المتقدم من العمر. من المرض. ما عادش نجم يبلع. أيه. خاطر ينسى كيفاش خاطر سي نورولوجيك لي فونكسيون اسونسييل كومونس تا ديسباريت اكزاكتومون شو وقت يصير الواحد لا فوس روت نتكلم عليها سي اوريبل فوس روت دونك في عود الماكله تمشي بلاصتها تمشي الخشم حتى المخ هو اللي يعطي كذا وقت اللي يبدا المريض يعمل اول فوس روت سي فيني اكزاكتومون سي فيني بدقعد بعداش معناها لا باش تاع الواحد تاعو الله ان شاء الله يشفي الناس الكل وي وي كيما قال معناها عندي صديقتي زاد خبطوا الموضوع علاش هكا اي هاو ربي يحمي ربي يحمي مو لازم تحكي كذا صبر للعائلات ان شاء الله شكرا ميرسي كابتن قال يعني اي قديش تم عرض الدار سمير الصبري سمير الصبري الممثل اللي توفي منذ أشهر كانت عنده دار في حي المهندسين ورونا تصورها الملوخة للبيع قديش حق الدار تقريبا 15 مليون دو دولار لا ما كانش للدرجة لا لا شوف انتو كاعد تفتق مليار جنينة متاحة تهبل الانتيريور 7 مليون دو دولار 7 مليون دو دولار مليارات برشا راه بجنيه بجنيه تقريبا نعطيكم بجنيه مليارات ولا ليه بجنيه 3 ملايين ونصف مليون جنيه لا قول لنا باليورو ولا بالدولار بالدينار التونسي مليارات ولا بالدينار لا اقل اقل تقريبا 600 مليون تونسي قداش؟ شوكا هاو 600 لا لا شويه 600 مليون انت كي قلت قداش نصحيدوا حاجه لا للي ما يعرفوش لا للي ما يعرفوش سمير صبري راهو كان لو ديوس اكس ماكينا كان هو عرف الموسيقى في مصر يعني ما ثماش عبد حب يبدا في الموسيقى وسامه فرحات خويا وقت اللي مشى شكون يلقاه الكتف اللي اتك عليه سمير صبري وبعد بليغ حمدي لكن سمير صبري هو الصديق الحميم للموسيقيين اللي عندهم موهبه راهو ورده ما تلقاها كان هو وقت اللي تتسكر عليها البيبان تلقى سمير صبري صحيح يعني هو اللي عنده مفاتيح التلفزة ومفاتيح الإذاعة ومفاتيح السينما في مصر كلهم عند سمير صبري كان معروف بالبيروك متاعو كان بيروك هذيك اي بيروك تبيع شنو اي 80 سنة مش حابة تكون ها شوف الكابتن زاد اي اي لا باس سان ديتاي انت مش كيف كيف انت تعمل في ايكونومي شامبوان سي رجاء انت تعمل في ايكونومي شامبوان اما جنس ضمار عنده سمير صبري قبلته مرتين ولا زنس ضمار وزنس قلب مفتوح واللي مكتوب عند الناس كان محبوب من برشا الفنانين كان محبوب جدا لانه يحب الناس اكزاكت يحب الناس بصفه يا ناس يحبوا الناس اي وي الحكايه بدات باعلان عبر صفحه لبيع العقارات بمصر على فيسبوك حيث تم عرض الدار هذيا ب 3 ملايين ونصف مليون جنيه وتناقلت عديد الصحف وكذلك المواقع الخبر هذا والإعلان هذا اللي خلى أسرة الفنان الراحل تجاوب وقالت بنت خالته لصحف محلية أنه ماهوش صحيح وأنه الأسرة ما تخممش في بيع الدار متاعه سمير صبري ولد في مدينة الإسكندرية سنة 36 وتخرج من فيكتوريا كوليدج وممثل ومطرب ومذيع قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية وقدم برشا برامج في التلفزيون المصري كما هذا المساء وكان زمان والنادي الدولي في السينما قدم علاقات مشبوهة جحيم تحت الماء الجلسة السرية قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية وآخر أعماله كان فيلم طلعت حرب 2 من إخراج مجدي أحمد علي توفي في 20 ماي الماضي عن سن 85 سنة يلا هذه جيهان في أفو ترافيك في غاسين كاغي مع سامي بن نور على إيفام أحلى راديو إيفام أحلى راديو راسين كاري 6:48 دقيقة عندي سؤال قبل ما نعطيكم درجة اللعب قديش عدد الأشخاص اللي نجم نزيدوهم في conversation de groupe على الواتساب تعرف أنه الواتساب يقدم الخدمة ذي la conversation de groupe يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى في دردشة جماعية قبل كان من الممكن إضافة 256 شخص لكن مع زيادة عدد مستخدمي التطبيق
شافوا المشرفين على واتساب أن العدد غير كافي ولا 1024 1024 فرد وحده الرقم هذا زاد ما عادش يكفي ولهذا يعتزم قال انه يزيد الرقم 1024 كان 256 وبعد 512 وكانت برشا شركات حتى المستخدمين ربما عددهم الاف الاصدقاء بحاجه لاجراء محادثات جماعيه على خاطر ما نجموش اجراء درجه واحده بسبب العدد المحدود. تطبيق واتساب هو مملوك لفيسبوك والمتربع حاليا على عرش افضل ابليكاسيون للتراسل الفوري مع قاعده مستخدمين تجاوزت ملياري شخص في العالم. وانتوما قداش فما من ممبر في لي كونفرساسيون دو جروب اللي عندكم على الواتساب؟ لا مش برشا، زوز ثلاثة في الخدمة بلوتو. لا انا نحب فيس تو فيس وعبد عبدك اهو. تأسس 2009 كيفاش؟ تأسس 2009 هاي شريه فيسبوك 2014 وي حافظة حافظة دروسها قارية دروسها اليوم. هي فصل شوفوا 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 السؤال انت قاعدة تقول في حاجات شنو نعرف عليهم قاعدة تحكي الهدف مش الاجابات لا اثراء الحوار فوالا هي اثراء الحوار وضحت احنا كي نثريو معاها الحوار ونخرجوا باخف الاضرار فهذه حاجة تحسب لنا. استنى اش تقصد اخف الاضرار؟ معناها انك ما تجبدش اسم، انك ما تقولش هذا يعجبني هذا لا. باللغة التونسية نسلكوها. لا انك كي تسالني على الاسم نجاوبك. كي ما تسالنيش ساكتة. اما كي تقول لي هذا شكون؟ شكون اللي قلقك كلامي؟ نسمي لك لا ما عندهاش حق. لازمك تشارك. تشارك قال لك سؤال سؤال سامي. انا متى اسال اجيب. درجي اللعب. درجي اللعب. درجيلا كابتن خويا تفضل مشيو تركيا. ايه ايه سيدي تركيا ايه علاش تقف في الحياة يوم 10 11 نوفمبر على الساعة 9:05 تقف تركيا بكل تقف هو ذكرى وفاة أتاتورك عيد ميلاد حد سيئ برافو برافو هو ذكرى عيد وفاة ذكرى وفاته كمالة ذكرى وفاته في مؤسس تركيا الحديثة 10/11 مؤسس تركيا وهنا فما تناقض معناها فهمتني هما الرئيس العلماني المؤسس وكذا والقائد واللي منع تركيا لهم ملاهد قريناها الرجل المريض وجاوا الحلفاء وهو اللي معناها حرر تركيا من الاستعمار بتاع فرنسا وكذا وكذا معناها وقت قسموها لهم ملاهد علاش نقول لك هكا؟ هو علماني ولا والغوفرنمون تاعه شنو هو تاعه؟ اردوغان اي بورتون اي بورتون اردوغان اردوغان كل 10 نوفمبر يلقي كلمه بمناسبه هذا الحدث كل حاجه في بلاصتها شكرا كابتن هذاك الاعتراف بالتاريخ حبيت نزيد حاجه جزئيه اي مشينا نعملوا في فيلم على اسطنبول في سلسلة مدائن الشرق معانا حطونا مترجمة من أزن مريض في تركيا في تركيا ولا في حياتك من حريب السلطة في اسطنبول في اسطنبول الزين والعين مش عوينته تلعب بل بلوند وزيو أزيو احنا وصلنا لدلمة بهشي دلمة باتشي بالاس القصر الكبير اللي مات فيه أتاتورك ودخلنا البيت اللي مات فيها أتاتورك مازالت هكاك مازالت الفرش خليها كيما هي الفرش عليه علم تركيا ما تقوليش ولات تغلط وهي بدات تبكي شبيك واي ار يو كراينغ اور فادر اور فادر شفته وز ديد هي وبدات تبكي وبدات تجيب معها راك تسكت فيها ولينا نعزيو فيها نقولها والله لا الناس كلها علاش انت تقول لك كيف سيرجع أتاتورك سامحني هو اسمه مصطفى كمال باشا وعطاوها أتاتورك غازي هو جد الأتراك أوي. أب الأتراك أب الأتراك كيما احنا بونا بورقيبة بارك الله يلا هلا أنا عملت قبيلة طيب مش نعمل كيف سامي أنا قولها ولد في 17 نوفمبر 1948 مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا ترأس فرقة مدينة تونس للموسيقى قدم مجموعة من الأوبريت فوالا برافو سامي اليوم في فورما يا جوي سامي أتاتورك ربي يطول في عمره وي ربي يطول في عمره كمل
دونك قدم مجموعه من الاوبريت والعروض الراقيه، لحن قصائد لمحمود درويش، احمد فؤاد نجم، سعيد عقل، ابو القاسم الشيبي، عمل زخارف عربيه، عمل اصوات الحريه التسعينات، معناه قدم برشا حاجات محليهم محمد القرفي. وي وتو يظهولي عدى المشعل الولد اي الشادي، تحياتنا الشادي، موسيقي متميز بصراحه، يعني إلي بور لا ريشيرش ميوزيكال، معناها تحس ان الفنان اللي يلوج على حاجات جديده. محمد القرفي كذلك، يعني من خلال زخارف عربيه الى انستالي كمام، انا هكا مغروم وقتها نمشي مثلا كارتاج زخارف عربيه باش تشوف انه مثلا هو مبني على اصوات تونسيه، وكان فما انفيتي ضيف شرقي ديما، سيتي لو بلاتو برينسيبال سيتي التوانسه، والضيف مثالش يجي هو نجم عربي، ولكن أيوة. تحس انه يعطي قيمه للاصوات التونسيه. أيوة. برافو اللي قدموا الكل، ان شاء الله ربي ديما يمتعوا بالصحه، وبرافو شادي اللي يخدم في خدمه مزيانه. أيوة. عملت كيفك انا، برافو عليك، تقدم كبير ياسر في الاسئله تاعك. اي سي بيان سي بيان سي سا فياندرا. يلا عرفت تقولش علي جايبني باش يعمل لك حالتي تكرم. لا 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 حاشاك، اما انا باش نكتشف معاك. صحيح، هاله اخرى، هاله اخرى، هذا هو وعد مني حاجات اخرين. لطخ هلا، يلا هند. انا كالعاده نحب الناس الكل اللي يسمعوا فيا معناها جلي زونغيشي في الـ في الـ في السبور. ولا انا جيتنا ملاحظه، قال لك علاش ديما تسال في الرياضه الميكانيكيه؟ على خاطر انا نحب باقي الناس اللي يسمعوا فينا او موا سؤال دقيقتين ما فيها باس باش قال لك اخرج من زون دو كونفور. ما عنديش زون دو كونفور انا، تجبد لي على السياسه نجاوبك، على الاقتصاد نجاوبك، على التحليل نجاوبك، ما شاء الله عليها الحمد لله. اما تسالنا نقعد بهلوله ما نجاوبش انا، ما يسالش هلا هذا سؤال سهل تخي تكنيك بتتر ساعات. والله لا والله سهله. اليوم شكون اول فرنساوي اللي ربح الجران بري تاع فورمولا 1؟ بيان جوي. شفت ما سالو جيت نعطي 3 نون، سيباستيان لوب وموريس ترانتينيون ولا الان بروست. وهو الان بروست. شفت سهله. انا نعرف اللي يسمعوا فينا اليوم المغرومين بالرياضه الميكانيكيه كي يسمعوا يشدوا في راسهم فيها بس. برافو عليك. يلا سي رجي السؤال، عندك سؤال من غير ما يحضر؟ لا طبعا، العلم في الصدور لا في السطور. اخر ملك، اخر ملك من اصل تركي، اي شكون؟ وين وين؟ هوني في تونس. عنا اخر ملك من اصل تركي. اعطينا شويه هكا باش انيسيال، حتى كعيبه انيسيال، اشارات ضوئيه على الظاهره. ها ظاهره تولي سهله ياسر. ليه جست ليه ليه ليه؟ لقب باشا يعني صار هي صعيبه معناها. هم البي بي حمود، مش حموده. اي واحد منهم اكيد. محمد لامين اخر بي، اخر بي تونس اللي طاح نهار اعلان الجمهوريه 25 جويلة 57. اي وي دونك هو اخر الملوك اللي من اصل تركيا، اخر اخر الملوك من اصل تركي. مصر سبقتنا، نحات ملك فاروق. اي وجا في بقعته شكون؟ الضباط الاحرار، الضباط الاحرار عبد الناصر. شكون؟ لا لا استنى، قبله الجنرال محمد نجيب. اي محمد نجيب اللي خليها عبد الناصر 30 سنه في الحبس. صحيح صحيح. اي نعم 30 سنه. لكن الملك فاروق مات في روما. اي بعد منفي. مقرونه منفي هايله تبشم فيها مسكين ومات. الصبر ثم مقرونه. ولكن ولكن عبد الناصر اخلى سبيل للملك فاروق، قال له عندك الفرصه انك تمشي وتبعد على البلاد. نجيب هو اللي كان رئيس. وقال له احنا ناس متحضرين، مصر متحضره، ما نعملوا لك شيء، يلزمنا نعملوا له تحيه عسكريه في البورت نتاع الاسكندريه باش يغادر. وخرج في كوكبه من الحرس العسكري وعداوله التحيه العسكريه. ملا وين كليها المقارونه؟ وركب في المحروسه. بعد ركب في المحروسه في ايطاليا اللي كان اليخت نتاعو، وقصد ربي الى ايطاليا. هاي. حيث مات. هاي. بمقرونه. مقرونه في ايطاليا. شكرا لكم مستمعينا، كانت هذه راسين كاري، الميتيو والاخبار وبعد سبور بلس. غدوه ان شاء الله نتلقاو في حلقه جديده. اي اف ام.